أحبائي، حنا الآن في نهاية فصل الربيع، وهذه الفرصة فين كنحصدوا الحبوب، جميع أنواع الحبوب. بالنسبة لي أنا كنقصد النافع البلدي اللي غادي نجمعه من بعد، اللي هو في الطريق ديالو للحصول على الحبات الثمرة. لهذا أحبائي درت الخبز الملوي بالزعتر ونكهته بهاد الحبوب اللي كتشوفوا مع الزعتر. وانتم عارفين المنافع ديال الزعتر وديال حبه حلاوه. لهذا احبائي الملوي ديالنا بالبيض ومنكه بالزعتر ومنكه ايضا بالنافع، وكذلك الملوي ديالنا يعني بالبصل ومنكه بالزعتر. كتشوفوه اللون ديال الملوي يميل الى الخضره لان فيه جوج معالق ديال الزعتر اللي عطاوه هذاك اللون، ولكن ما نقولكمش على الدا، نتمنىكم ديروه. لهذا احبائي طاب يومكم ولكم الف تحيه والف سلام، والسلام عليكم. اذا كنتمنى احبائي ديروا هذا الطبق وتردوا عليا الخبر.